إذن اندفاع موفقة سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون وتتابعون جوائز صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى هنا في ميدان الملك خالد في الحوية لسادس أشواط هذا المساء. الأفراس عمر السنتين على مسافة 1400 متر مسافة السفن فورلونغ قيمة الجائزة 75,000 ريال. اندفاع جماعية في هذا الشوط. شوط التكتيكات تبدأه وردة محمود من المسار الداخلي في ثاني المراتب، ولكن محمد إدهام مع جوديا بشعار صالح الحامد في أولى المراتب، رضا ذي الغيم في المرتبة الثانية، وكذلك بالتحافي هنا وردة محمود المنعطف الأول في هذا الشوط. الإشارة بدأوا هنا أيضا بالتقسيم، أنجلينا تظهر في رابع المراتب، ومن هنالك نفاذة من بين بنت الأصاير رفيعة مقام تبحث عن مسار، وكذلك درياسة وأيضا قرامة وعبورة من المسار الداخلي، ولكن هنا التنافس المثير. رضا ذي الغيم أعطاها الإشارة من شاري العيسى، وسعت الفارق، الشقرة قادمة، كذلك أفسحوا الطريق لأنجلينا. الأربعمائة متر الأخيرة التوفورلينج الفاصلة، هنا تتقدم المهرات لخطف الجائزة السادسة من جوائز صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد. رضا ذي الغيم وسعت الفارق، الشقرة، الشقرة تواصل بشعار اسطبل الميمانية، أربعة أطوال، خمسة أطوال، حزام قادمة بالدخول. أنجلينا في ثاني المراتب، ولكن الشقرة هنا تأتي لتسجل هذا الانتصار. ألف مبروك ويلدن لهذا الانتصار، انتصار أكثر من رائع. رضا ذي الغيم بشعار اسطبل الميمانية تدريبات.